أننا أقدر هنا دعم جهات مصرية أيضا، وأشكر كذلك الهلال الأحمر المصري وكذلك وزارة الصحة المصرية وجميع الجهات المصرية في هذا الأمر، وإلى جانب مساعداتنا الإنسانية أيضا، وقد استطعنا أن ننقل أكثر من 700 مصاب فلسطيني مع المرافقين إلى تركيا، وكذلك الخبراء يتباحثون فيما بينهم من أجل بناء مستشفى ميداني في غزة، ونحن نتطلع إلى دعم إخوتنا المصريين لبناء هذا المستشفى الميداني قريبا، وإن المبادرات لتهجير سكان غزة بحكم العدم بالنسبة إلينا، ولا يمكن أن نقبل بتطهير غزة من السكان كليا، ونحن نقدر موقف مصر في هذا الأمر أيضا، وإن إدارة نتنياهو فيستمر في مجازره، وهو عليه أن يكف عن أن ينقل مجازره إلى رفح أيضا، وكذلك إن المجتمع الدولي أيضا يجب أن لا يسمح بهذا التصرف الجنوني، ومن أجل إيقاف إراقة الدماء في غزة سنظل على تعاون مع مصر أيضا، وعلى مدى متوسط فإن إعادة إعمار غزة وتضميد الجروح يتطلب منا العمل المشترك، ونحن جاهزون للعمل مع مصر في هذا الشأن أيضا.